القبائل العربية المصرية من شمال وجنوب وشرق مصر. أولا أعرفكم بنفسي الأول، الدكتور محمود قنديل سفير جمهورية مصر العربية بسلطنة عمان سابقا، وحاليا نقيب النقابة العامة للفلاحين بمحافظة الدقهلية ونائب النقيب على مستوى الجمهورية. أنا يعني من خلال أسبوع تقريبا السيد النقيب حسين أبو صدام بلغني بأن في مؤتمر ويحضره الشيخ إبراهيم الأرجاني في فيلا الحاج كمال اسمه، فكان لي الشرف النهارده أنا حضرت. وطبعا النهارده الشرف الكبير جدا إن القبائل العربية على مستوى الجمهورية كانت موجودة، وكان لنا الشرف ونشكر السيد النقيب على الدعوة الكريمة، وحضرتك الحاج كمال عثمان يعني نعمل الاستقبال الجميل، واحنا يعني كلنا خدمه خدامين لمصر. يعني رساله قويه لشعب مصر وجيش مصر. الحقيقه ان احنا يعني لازم ولا بد في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت لازم يكون الشعب شباب ورجال ونساء ويد واحده في ظهر السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه ورئيس الجمهوريه. والراجل يعني من يوم ما هو شغال بيشتغل في جميع الجبهات وكلها جبهات مثمره، والحمد لله يعني احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذا النعم اللي ربنا انعمها علينا من قائد ويعني اتباعه. يعني شكرا يا فندم، وتحيا مصر. وتحيا مصر. صلاح كريمه امين عام نقابه فلاحين محافظه الشرقيه، يسعدني ويشرفني ان انا اكون في ركب هؤلاء الضيوف المحترمين والقنوات المحترمه التي تعبر عن صوت الشعب والمواطن المصري. انا بشكر اولا الحاج عثمان مخلوف، انه الحاج كمال عثمان مخلوف ان هو اتاح لنا الفرصه برعايته وتحت مظله نقابه الفلاحين الحاج حسين ابو صدام ان احنا نعرف يعني ايه اتحاد قبائل، ان احنا نعرف ان احنا خلف قياده سياسيه رشيده بتحترم المواطن المصري وقدراته العقليه، وبتوضح له بتقول لهم ما فيش ابن من مصر الا ابن مصر، ما فيش عرجاني الا من مصر، ما فيش ترباني الا من مصر، ما فيش فلاح الا من مصر، كلنا نبت مصر، زرع مصر، ميه مصر، احنا قمح مصر، احنا الدهب الاصفر، احنا دمها، احنا ترابها، احنا شعبها، احنا حماها، احنا سند في ظهرك يا ريس، احنا والعرجاني والحاج كمال عثمان والحاج حسين ابو صدام، كل القيادات والاعضاء والشعب لحمه واحده خلف القياده السياسيه لتاديه ما هو مطلوب لنهضه شعبنا وما هو مطلوب لحفاظ على امن وطننا وامننا القومي. واشاره صباعك رمز لنصرنا ان شاء الله بعد ربنا سبحانه وتعالى. سياده الرئيس، النقطه المهمه والجميله الروح والاخاء بين المواطن والقائد والضيف والمضيف، روح عاليه هي دي روح الشعب المصري، مسلم ومسيحي عضو مجلس شعب وانسان مواطن مصري خالص. انا فخور بهذا اللقاء، يعني انا سعيد جدا الحاج كمال عثمان مخلوف ربنا يبارك له، انا سعيد جدا ان انا موجود في وسط الكاست الجميل ده والقنوات الجميله دي اللي نقلت صوتي. صلاح كريمه امين عام مساعد محافظ الشرقيه. شكرا جزيلا. شكرا يا صلاح. ولا زلنا مستمرين من احتفال اتحاد القبائل العربية بتعريف القبائل العربية برعاية يعني الحاج كمال المخلوف، وكان لنا شرف اللقاء مع سيادة اللواء أبو العزايم، شرفنا بحضرتك يا فندم، ودايما بنلاقي حضرتك في كل الأماكن الوطنية، يعني مشرفنا ومنور كل الأماكن. أهلا بحضرتك، وعرفنا بقى عن اليوم النهاردة وعن انطباع حضرتك. احنا سعداء جدا طبعا بالدعوه الكريمه من حاج كمال، واحنا جينا هنا معاكم الشريف اللي هو احمد عصام الدين ماضي والعزام رئيس مؤسسات والعزام التنميه وحقوق الانسان والصداقه والشعوب، رئيس اللجنه العليا للمصالحات وفض المنازعات، ورئيس الاتحاد النووي لحقوق الانسان جمهوريه مصر العربيه، رئيس الاتحاد الدولي للساده الاشراف والعائلات والقبائل العربيه. النهارده جت لنا دعوه كريمه في المؤتمر الاول للقبائل العربيه، المؤتمر الاول لاتحاد وليد ولكن ولد عملاقا. ان شفنا النهارده لو العين ما بتكذبش والكاميرا ما صورت ان ملايين البشر كانوا موجودين في اول اجتماع او اول تفاعل للاتحاد،
فاحنا بنقول طبعا الحاج كمال الف مبروك على اليوم الجميل الرائع اللي احنا حضرناه. بقول للسيد الرئيس يعني حكمه طيبه جدا ان انت تعمل هذا الاتحاد في هذا الوقت بعد انتهاء الارهاب في سيناء، وتحط نحط القبائل العربيه على يعني الوضع المناسب ليهم، لكلهم اتحاد ولكل الممثلين سواء في البرلمان او في الحكومه او في سائر المحافظات. طبعا القبائل العربيه لها دور كبير جدا جدا جدا، اللي هم حماه الحدود المصريه سواء الشرقيه او الغربيه، سواء في سيناء حدودنا الشرقيه او في الغرب عند السلوم ومطروح او في الجنوب حلايب وشلاتين. اذا بالتالي القبائل العربيه موجوده في مصر على من اسكندريه اسوان زي ما بيقولوا، فكان الاواني كلهم تمثيل بكلهم يعني كل اللي حتى في الفلاحين عندهم خط فلاحين اللي كان القبائل العربيه ما كانش على قلب راجل واحد، يمكن التحدى جمع معظم القبائل العربيه ولسه هينضم قبائل تاني واعضاء تاني، وكلهم ممثل برضه في البرلمان وكلهم ممثل في مجلس الشيوخ وممثل في كل المجالات، لان ده العصر بتاع الرئيس السيسي. ما فيش حد مهمش في مصر، مصر هتتبني بسواعد الشباب وخبره الرجال وحكمه الشيوخ. الحمد لله والشكر لله والنعم لله، انطلاقه غير عاديه في اول 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 كيان واول اتحاد واول يعني سؤال ايه. النهارده كان في عرس ديمقراطي وعرس سياسي رائع جدا جدا جدا، خطوات مثمره ان شاء الله. انا يعني متفائل جدا بالاتحاد، وبنقول لكل القائمين عليه سواء الحاج ابراهيم العرجاني او الحاج كمال كلهم مسيروا على بركه الله. وده تكليف قبل ما يكون تشريف، لان ده دور وطني كبير جدا جدا جدا، مسؤوليه يعني على اكتافكم على عاتقكم. ان شاء الله انتم قدها وجود، وان شاء الله المسيره تمشي وتبقى زي الفل ومصر خير ان شاء الله. كلمه بقى للشباب والاختيار اللي حاج العرجاني الشيخ العرجاني على يعني للمشككين بالذات يعني واللي بيتكلموا من ورا الفيسبوك، يعني احنا عايزين يعني نوجههم ونوضح الصح. والله بص لك حاجه، يعني احنا تملي في مثل بيقول لك الراجل المناسب في المكان المناسب. يعني احنا اخترنا ابراهيم العرجاني، اولا بيمثل هو لا كبير ولا صغير، يعني في سن يجمع بين الشباب ويجمع بين الشيوخ، يعني في سن وسط، فبالتالي اجتمعت عليه القبائل العربيه خاصه في سيناء، وكان ليه دور كبير جدا هو القبائل العربيه في سيناء طبعا في دحر الارهاب ومساعد السادة القوات المسلحه والشرطه في العثور على المخابئ بتاعه الارهابيين وحاجات كثيره جدا، دور مثمر ودور رائع ودور جميل جدا ايجابي. كان يعني يتوج هذا الدور بتكليف يعني هما كانوا بيساعدوا قوات المسلحه والشرطه، يعني سموه ايه في حب الوطن. لا دلوقتي هو اتكلم زي مثلا انا راجل اللي هو في الداخليه بخلاف ما كنت انا بحب الداخليه، اذا بالتالي هو دلوقتي اتكلف وبقى في اتحاد رسمي بيساعد الدوله بيساعد المخابرات الحربيه بيساعد كل الدين اللي كلها. فهو برضو زي ما انا قلت في الاول هو تكليف قبل ما يكون تشريف، ان شاء الله ينجح فيه. المتشككين بقى يعني شايفين بقى ان التجمع الكبير ده بياكد للشباب ان فعلا يعني مش من فراغ اختياره. لا لا لا، وخلي بالك من حاجه، هو تملي الشجره المثمره هي اللي بتلقى بالثمار بتلقى بالحجاره عشان توقع الثمار. لما تيجي تقول تشكك الامور في حاجه معينه والناس طب انتوا كنتوا فين قبل ما نعمل الاتحاد؟ ما طالبتوش بعمل اتحاد او ما انضمتوش ليه او 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 او. وبعدين خلي بالك من حاجه، هو الاتحاد ده مش هيفضل طول عمره بتاع ابراهيم العرجاني او بتاع الحاج كمال او بتاع لواء احمد ابو او بتاع اي حد. اي نقابه بتبقى فيها دوره ودورتين وبعد كده الجيل بيسلم جيل وعالم بيعلم، وكل واحد وكل مرحله ليها رجالها، وان شاء الله باذن الله. يعني بس البدايه احنا بنقول البدايه زي ما بيقول كده اهو، ابتدينا خط البدايه او ضربه القضيه في اي ماتش كده، وبعدين عاوزين نجيب بقى الاهداف ونشوف الثمار بقى بتاعت هذا الاتحاد الرائع جدا. وما فيش حاجه واقفه على حد، ومصر بخير يا مصر ولاده، 120 مليون مواطن، هم 120 مليون سيسي، هم 120 مليون ولي عرجاني، وهو 120 مليون حاج كمال، وهو 120 مليون احمد ابو العذاب. اذا بالتالي اللي يتشكك ده يجي يشوف الامور ماشيه ازاي. كلنا نبقى متحدين بالظبط كده. يعني اقول لحضرتك حاجه، لما قالوا القناه السويس الجديده ترعى ومش ترعى ملهاش لازمه، لما جت ايفر جرين اتحشرت ست ايام، الاقتصاد العالمي كله اتشل. قناه السويس يا جماعه ده يعني دي سموها ايه؟ هي يعني قناه الاستثمار العالمي، التجاره العالميه كلها بتمر من قناه السويس، فبالتالي عرفوا مكانه مصر وعرفوا ما نعمل بقى خطين للقناه ونوسع ونعمل، مش احسن من نفضل نقول ترعى ومش ترعى؟ لازم الدنيا تنهض والدنيا توسع. واحنا جايين النهارده
المحور توسع تاني وتالت ورابع عشان السياحه وعشان مصر. انا كانت في الداخليه كانت مصر مصنفه ثالث دوله في حوادث الطرق، النهارده مفيش شلنا من حوادث الطرق لان الطرق كلها امنه وسالمه. اي اتحاد بيقوم يبقى ليه برضه اعضاء امور اعضائه وفي اعدائه، الاعضاء اللي انضموا وفي الاعداء بقى اللي هو الحوار مع حضرتك ممتع جدا والله يا سياده، اللي هو وحضرتك حللت الموقف بشكل يعني سياسي بيدل على خبره حضرتك العاليه في يعني وقرب حضرتك من الشعب المصري. طبعا والله انا عندي مؤسسه ابو العلام 8 مليون عضو من اسكندريه اسوان كل دول العربيه، دول مدينا الصداقه من الشعب. النهارده جايب وفد من السعوديه اعضاء المؤسسه، وجاي وفد من ليبيا، وجايب وفد من اليمن. كان صوره مشرفه جدا، عملنا يعني عدد كبير جدا كان موجود في، ويمكن كذا قناه صورت معانا وسجلت الحدث. فبالتالي احنا في اي لقاء سياسي او ديني او وطني لازم يكون متواجدين فيه. يعني لو كناش متواجدين في حاجه فيها حاجه، في حاجه اسمها يعني في مصر يعني هنتواجد امتى؟ اتحاد كبير جدا، ورد عملاق، نجاح غير باهر. يعني مهما قلنا مش هنقدر نوصف الجمال اللي احنا شايفينه، رجال وسيدات شباب وكبار. يمكن اقول حاجه يمكن اقل ناس حضرت هي القبائل العربيه. يعني انا شايف فلاحين حضروا كتير جدا، صحفيين كتير جدا، ناس كتير جدا، يعني اذا بالتالي النهارده اتحاد لكل شعب مصر. ما نقدرش نقول للقبائل بس، القبائل ما هو كل، اقول لحضرتك حاجه، انت لو درست كده تلاقي العائلات والقبائل كلهم في الاخر بينحدروا من ايه؟ من حتت واحده. يعني تلاقي في الاخر انت قريبي وانا قريبك وده قريب وده قريب وده ده قبائل وده اشراف. يعني انا جاي هنا بمؤسسه من اشراف ومبارزات المجتمع المدني، جيت لقيتك وجيت لقيت فلان لقيت انت. اذا بالتالي كله في التقاء، ان خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. القران بيقول كده، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فبالتعارف حلو، المؤتمرات بيزيد التقارب بين وجهات النظر والتقارب بين الشعب كله. ونعرف ايه؟ الرئيس بيعمل 100,000 مؤتمر، بيروح السلوم بيقابل اهل السلوم، ما ده يعتبر مؤتمر. اي لقاء شعبي مؤتمر يا جماعه، مش لازم مؤتمر يكون في التلفزيون او شمال او مين. اي لقاء بمسؤول ان شاء الله بعدد قليل او كثير فهو ترمومتر لمعرفه الشارع المصري عاوز ايه والشعب المصري عاوز ايه والدنيا كلها عاوزه ايه. يبقى النهارده المؤتمر كان اكثر من رائع، كان جميل وناجح، وبنقول الف الف مبروك. خالص انا بشكر حضرتك جدا جدا يا سياده اللواء، والحوار معاك ممتع والله. شكرا شكرا جدا. لنا مستمرين من المؤتمر الاول لاتحاد القبائل العربيه وتعريف بالقبائل العربيه، وكان لنا لقاء مع مرشح برلمان اليمني سفيره عزيزه عبد العزيز. اهلا بحضرتك يا فندم، نورت مصر. اهلا وسهلا، ده الشرف. كلمينا بقى حضرتك اولا عن حضرتك وعن يوم النهارده. انا عزيزه عبد العزيز عبد الرحمن النمري، عضو قياده قطريه لحزب البعث العربي الاشتراكي فرع اليمن، ومحاميه وصحفيه، وعضو برنامج القياده النسائي تابع للان دي اي 150 امراه المثل اليمن، وعضو القمه النسويه تابع لمجلس الامن 83 امراه المثل اليمن، ومن ضمنهم نساء السلام 20 امراه لتنفيذ اتفاقيه الرياض. أنا هنا في مصر مسؤولة العلاقات العامة وفي مسؤولة إدارية مع سيد اللواء أحمد عصام الدين ماضي أبو العزايم، ومنسقة رحلات أيضا ما يقارب العامين. متواجدة هنا من 3 سنوات وعدة أشهر في مصر، الكنانة الذي رحبت بنا وبكل العرب وليس فقط باليمنيين، وتقدم بشكر وتقدير لسيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقوفه بجانبنا وبجانب كل العرب وبجانب كل الشعوب الذي وجدت في مصر الحضن الآمن. وطبعا شرفني ومن دواعي سروري التواجد معكم. جميل قوي تواجد حضرتك النهارده، انا سعيد جدا بيه. يعني القبائل العربيه كمان ما هي موجوده في اليمن وموجوده في كل انحاء طبعا، فهي منبع العرب ومنبع العالم. اليمن هو الحاكمه في العالم، او الحاكمه في الاسلام، بلقيس هو الحاكم في العالم. وطبعا انا قد سبق لي التعامل مع قيادات القبائل العربيه، وكان فعاليه جميله وناجحه التي حضرناها اليوم، وان شاء الله تكون لنا لقاءات مثل مرة ثانية. انطباع حضرتك الاولي كده عن المهندس ابراهيم العركاني بمناسبه اختياره، يعني شايف الزغم الكبير ده بيقول ان الشعب الناس فعلا او القبائل المتوحده عليه
ولا يعني في حاجات تشكيكات كده انا مش عارف حضرتك عندك بصراحه. قولي رايك بصراحه. يعني في تكاتف وفي اجماع على اختيار الشيخ ابراهيم العرقاني، وهذا يدل على كفاءته وتفانيه في خدمه بلده مصر، وان شاء الله من تقدم الى تقدم. نتمنى منه أكثر. زي ما سيادة اللواء قال، هو بيقول ان هو سنه مناسب جدا للعمل في هذا الاتجاه، وان ان شاء الله يعني نتمنى منه الخير يعني ان شاء الله ان شاء الله. الشباب طبعا هم الطاقه الجباره والطاقه التي نتوخى منها النشاط الدائم، يعني طبعا في خبره الشيوخ ونشاط الشباب، والانسان لا يصل لمستوى متقدم الا في حاله انه كان قدير بذلك، فهذا يدل عن قدرته وعن تفانيه في خدمه بلده مصر، والا لن يصل لهذا المستوى وهذا الاجماع من جميع الجماهير وجميع القبائل العربيه المتواجده في مصر. انا بشكر حضرتك جدا يعني، ويعني وان شاء الله لا تخول في استوديو ان شاء الله. ولا يسعني الا ان اتقدم بالشكر والتقدير لسياده اللواء الشريف احمد عصام الدين ماضي ابو العزائم لتعطيه الفرصه لنا للتواجد معك.